ندرسها زي ما هن هون الكتاب حاكين في عندي ال ال نبلش بالبداية بالـ comparative. You have a This is person is called This person is called A And this person أو بلاش خليها هون This person is called B Alright This is A And this is B Alright You can see So it's obvious that B is very short Right And this person, which is A, he is very long or tall. تمام؟ طيب خلينا نستخدم كلمة short to compare between A and B. What should we say يا خامس؟ في عندي B بدنا نحكي إنه هو أقصر من A. تمام؟ لما يكون عندي two things بنسميها شغلة comparative. Comparative adjective هي عبارة عن صفة نستخدمها لما نقارن بين شغلتين شخصين مكانين، زمانين، المهم شغلتين، شو ما يكون يكون، اوكي؟ فبدنا هلا إنه A بلاش A نبلش ب B لأنه B هي الأقصر. B بنحكي إز B تكون أقصر من A تمام؟ يلا. Yeah. كيف بدنا نستخدم شغلة اسمها الكمباراتيف عشان نحكي جمل صحيحة؟ بنحكي B is short بس زيدولها لها إي آر بعدين حطوا than alright so بنحكي B is shorter بعدين كمان ضيفوا لها ذان كيف بالعربي بنقول أقصر من أقصر من هاي بالنسبة لل بشكل كتير مبسط في حالة ثانية معقدة أكتر رح نستخدم فيها كلمة more بعدين الكلمة أو ال بعدين بنحط كلمة ذان هاي بنخليها شوي تمام هاي بالنسبة لل أوكي okay. خلينا نشوف السوبرلاتيف هلا نتخيل عندي هادي A وهادي B وهادي C okay it is so obvious كتير واضح that A is longer than B and C alright so A is longer than B and C فأنا بدي أحكي إنه A هي الأطول is tall of all of them is an A is tall بس هو هو الأفضل الأطول الأحسن الأجمل هذا نحن بنسميه باللغة العربية اسم التفضيل in English we call it superlative again so this is comparative وهو باعتبار ده ما بدرسه بدرس كامل لحاله المقارنة طيب وهون حالة اللي اسمها super Lative, which means in Arabic اسم التفضيل تمام؟ اسم التفضيل باللغة العربية it means in English superlative adjective هلا for the superlative if you want to talk, say that A أطول واحد منهم جميعا which is true as you can see from this picture you say that A is the بس بتحطولي كلمة the والطول بتحطولها E-S-T So it becomes A is the tallest. ممكن كمان أحكي بطريقة أخرى إنه C هو الأقصر. As you can see from this picture, that C is the shortest. إذا اسم التفضيل يتم من خلال إضافة كلمة the بالإضافة إلى est اللي منضيفها نحن على ال adjective. أوكي إذا هذا هو درسنا لليوم. هلا إذا في عندي حالة زي هيك هذا A وهذا B okay you can see that A is has the same length as B يعني A عنده نفس طول تبع B شو بدنا نساوي بهاي الحالة في عندي تركيب اسمه as بعدين بحط ال adjective اللي بدي اياه شو ما كان يكون وبنحط as يعني بقول انه A is A اللي هو subject اسم الشخص سامي مثلا is يكون as tall as وبنحط هنا b so a is as tall as is as short as b اذا هاي في حاله لما يكون عندي نفس الطول او نفس الجمال او نفس الحجم اللي بدكم اياه تمام بنحط as tall as مش نفس الحجم بقول ببساطه is not as tall as b طيب نكمل مع بعض يا حبيب.